السلام عليكم ورحمة الله يرجى الإشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلك الجديد اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 نوافيكم بالحصيلة الكامنة فيما يخص الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص البيولوجي لهذا المرض المؤشرات العامة هي كما يلي مائة وسبعة وسبعون حالة جديدة مائة وتسعة وستون حالة تماثلت للشفاء عشرون مريض متواجدون في العنايه المركزه اربع وفيات رحمهم الله الوضعيه الحاليه للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظه احترام قواعد النظافه والمسافه الجسديه الارتداء الالزامي للقناع